أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد ثار جدل واسع في الآونة الأخيرة حول الحكم الشرعي في زيارة المسجد الأقصى، خاصة وهو تحت سيطرة اليهود. وإذا أردنا أن نتحدث عن الخلاف الشرعي أو عن الحكم الشرعي في هذا الأمر، فإننا نقول إن المعيار الأول في الحكم في هذه المسألة ليس معيارا سياسيا، وإنما هو معيار ديني. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الحكم ينبع من شرع الله عز وجل ومن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول سؤال نطرحه: المسجد الأقصى هل هو ملك لإسرائيل أو ملك لليهود؟ إن ربنا جل وعلا يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمسجد بيت الله، والله عز وجل يقول: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إلى آخر الآية الكريمة. إذا كان هناك تأصيل شرعي، فنحن نأخذه من كتاب الله عز وجل، وهذا ما وضحه لنا ربنا، فالبيت هو بيت الله وليس ملكا لأحد غير الله عز وجل. ثانيا، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، وعد منها المسجد الأقصى؟ والسؤال: ألم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى في إسرائه ومعراجه؟ هل كان المسجد الأقصى في هذا الوقت في أيدي المسلمين أم في أيدي غيرهم؟ بل إننا إذا رجعنا الأمر أيضا سنجد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذهب ليؤدي عمرة القضاء ذهب إلى مكة، وكانت مكة كلها تحت سيطرة المشركين، بل إن الكعبة كان في كل جانب من جوانبها صنم من أصنامهم، عند الكعبة وحول الكعبة وعند الصفا وعند المروة، ومع ذلك لم يقل أحد بأن تنزع هذه الأصنام، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف ويسعى حول الكعبة. إذن هذا يدفعنا إلى أدب الخلاف وأدب الاختلاف. نحن نؤصل إلى خطاب مستنير، إلى خطاب يحاصر ثقافة الانغلاق والتشدد، بل إننا نقبل الموضوعية ولا نقبل التجاوز. إذا كان من خلاف، فإن مرجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر أن شيخ الأزهر فضيلة الشيخ محمد مصطفى المراغي ذهب في سنة 1930 ليزور المسجد الأقصى، وكان المسجد الأقصى أو كانت القدس تحت الاستعمار البريطاني، فهل كان هناك مانع شرعي حتى يذهب شيخ الأزهر في هذا الوقت ليزور المسجد الأقصى؟ بل إنه أقام مؤتمرا بالقدس وحضره علماء مسلمين، وبالتالي ذهبوا إلى زيارة المسجد الأقصى ولم يمنعهم مانع. وهناك نماذج أخرى، الإمام الغزالي ذهب تحت الاستعمار وذهب ليزور المسجد الأقصى وغير ذلك. إذن نحن نريد أن نصل نهاية إلى أن نحسن الاختلاف حول هذه المسائل، وأن نبين أن المعيار الأصلي هو معيار شرعي وليس معيار سياسي. المعيار السياسي يعني تحكمه المصلحة، لكنه قد يصادم النصوص القرآنية أو النبوية، والنصوص القرآنية لا تمنع هذا الأمر. فنحن نقبل الاختلاف الموضوعي، ونريد أن نحسن أدب الاختلاف، ونحن ندعو إلى خطاب ديني مستنير يعمق الفكر الوسطي ويعمق السماحة والوسطية والرحمة وقبول الآخر والتعددية، لا أن نتجاوز ونرمي غيرنا بما ليس منهم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.